يا صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين في كل مكان. صباح الحب على اللي حبونا، وصباح الجمال على اللي اتمنوا لنا السعاده. صباح كل حاجه حلوه على كل ناس دعت لنا دعوه طيبه، ربنا يجعلها من حظكم ونصيبكم. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا ساره. صباح الخير يا محمد. عاملين ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عجبتكم الحلقه؟ حد جاهزين؟ بقى في حاسس ان الناس خست كده؟ حلقه جاهزين؟ التغذيه العلاجيه كانت عامله معاكم، عامله ايه معاكم؟ انا كده كده عامله دايت يعني. صح؟ دايت ورياضه. رياضه. انا عارف انت البسبوسه بتاعت امبارح. جاهزين لحلقه النهارده؟ ان شاء الله. في خناقات هتحصل، وفي استاذ والله استاذ ناصر قال لي ان في ناس هتطلع متجبسه من هنا وهنطلع المشايخ. بص، احنا الحلقه دي بقى هتبقى مختلفه شويه، ابقى انا مع الستات ومع الرجاله، ازاي انا مش عارفه. هنشوف الميكس ده. ما هو اساس، هو وهي اساسا ان لازم يبقى كل واحد فينا راي مختلف عن التاني. بالظبط. بس يا رب ما نطلعش من هنا على الاسم، على اسم البوليس. اقرب اسم هنا ايه؟ مش اعتقد اسم النبي حارس وصايله. النهارده اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، هنتكلم عن موضوع شائك جدا، وهنتكلم عليه من وجهات كتير ومن مناظر كتير. هنتكلم النهارده عن تعدد الزوجات. رايك يا هند في موضوع تعدد الزوجات؟ لا لا، لو هتسالني عن راي هند البحيري في تعدد الزوجات، فانا اول ما جوزي هيقول لي انا هتجوز عليكي، فهقول له يا الف نهار ابيض، يا الف مبروك، يعني اللي هو انا مش هبقى عارف انت، هاخد الموضوع بصدمه في الاول، بس بعد كده خلاص توكل على اللي الله. اللي خليت انت توكل على الله يعني. هقول لك ايه؟ ربنا يبارك يا رب. وانت يا سر رايك؟ تعدد الزوجات لا، يعني بص هقول لك حاجه، انا مش هقول لك لا، يعني اللي حلله ربنا مش هحرمنا، يعني خلاص براحته. ايه ده؟ ازاي يا ساره هتوافق طبعاً ان جوزك يتجوز عليكي؟ اوافق. واحده واثنين وثلاثه. اوافق، اللي حلله ربنا مش هحرمنا. فانا دي بقى النقطه اللي انا جايه اتكلم معاكم فيها النهارده. طب انا بقى ضدهم الاثنين. انا شايف ان لا، انا مش قابل فكره تعدد الزوجات، لان حتى الناس لما بتتكلم على كلام ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، لما قالوا مثنى وثلاث ورباع، ما تكمل الايه وان خفتم الا تعدلوا فواحده. طب يبقى انا لا، ما تطلع لك واحد يقول لك لا انا هعدل، ما تقلقش. طب انت هتعدل؟ متاكد ان انت هتعدل؟ طب العدل بتاعك هيجي منين اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا بجل شانه وعظمه قدرته قال لك ولن تعدلوا؟ انت هتعدل ازاي؟ انت واثق ان اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه انت مش هتعدله، انت هتقدر تعدل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم مع زوجاته كان بيقول لهم سامحوني او عاتبوني فيما املك، اللي هو انا قاعدت بينكم في كلام في معامله، لكن لا تعاملوني فيما لا املك، وهو القلب، لانه كان اميل للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، ام من امهات المؤمنين. فانت ازاي اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا مش هقدر اعدل، انت عايز تعدل؟ لا بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت بتتكلم دلوقتي على ان بقى في شرع وان احنا لازم نطبقه، اصل مش كل الناس دلوقتي ماشيه بحته الشرع، وان لا دي احنا في بلد اسلامي. استني، واحنا قاعدين اول حاجه الزوج بيقولها لك او الراجل بيقولها لك، اصل ده الشرع، ده ربنا محلل لي، ده محلل لك ده. هو انت مطبق الشرع في كل امور حياتك عشان تيجي تقول لي اصل انا هطبق شرع ربنا؟ ثواني، هو ما احنا نيجي نسال بقى هنا نفسنا سؤال، ليه الراجل بيلجا ان هو يتجوز جوازه ثانيه؟ بقى هتقولي لي قصه الاهمال وان الست مش مهتميه فواحده اعتمدت؟ ما في سؤال هنا، هنقسمها كذا حاجه. هنا هنسال نفسنا سؤال، هو ليه الراجل بيتجوز زوجه ثانيه؟ من وجهه نظري انا كراجل عندي كذا حاجه. اول حاجه فراغ تاني. اوكي. تاني حاجه قله اصل. تالت حاجه مراته تعباه. طب تعالى ناخدها واحده واحده. احنا شعب عندي جوزفينيا بجد والله. ليه؟ يقول لك ايه؟ مراتك ما بتخلفش. اول حاجه امك تقول لك ايه؟ اتجوز عليها. بس طب لو قالوا لك، لو قالوا ان جوزك ما بيخلفش، انا هتروحي تتجوزي؟ عيشي واستحملي. لا طب هو، لا ثواني، ما هقول لك حاجه، ما احنا بنقول ايه بقى، ما احنا بنتكلم ليه بقى؟ ليه؟ لان هي اصلا الست بطبيعتها، هو قلبها او هي بالفطره بتاعتها هي وحدانيه، يعني انسانه ما بتقدرش تحب غير شخص واحد، تمام؟ لكن الراجل قلبه يقدر يحب اكتر من واحده، عشان كده ربنا يعني سمح ليه ان هو يتجوز اربعه. فانت الست ملهاش دعوه بالقلب خالص. الست هي تقدر تستحمل. احنا ضربنا مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو قلبه ما كانش محتوي او ما عرفش يحب غير السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. عايز اقول لك ان برضه في رجاله عندها فراغه عين شويه، ان هو بتقف جنبه وبتسنده في زنقاته كلها وبتوصله لمرحله حلوه جدا، وبتفضل سنداه، ويجي اول ما ربنا يفرجها عليه والامور تتيسر معاه يروح يتجوز عليها. طيب اتفقتي معايا ان هي قله اصل؟ مش قله اصل، لا لا، هي مش قله اصل، لان النعيم ارتاح. لا، طب النعيم اللي هي عايشه فيه هو مع، يعني اللي هو عايش فيه هو معيشها فيه، يعني هو لما ربنا فتحها عليه. لا ثواني ثواني، وربنا اداله، هو ما
دخلش لا ليه؟ لا معترض ستوب، لا 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 ستوب بس ستوب ستوب بس هنا دي. يعني انا دلوقتي لو سمحت يا استاذه هند دقيقه بعد اذنك، يعني دلوقتي انا اتجوزت واحده، واول الجواز دايما الحياه بتبقى صعبه، يا اما ماديه يا اما نفسيه يا اما اجتماعيه، المهم ان هي بتبقى صعبه خصوصا في الماديات. هي شالت معايا واستحملت معايا وشربت المره معايا وتعبت معايا وطلع عين امها معايا، واول ما ربنا يكرمني اقول لها اجيب واحده تانية اصل انا مش عارف ايه. لا طبعا قله اصلي من الدرجه الاولى. لا مش قله اصلي يا، لا لا بصي احنا المجتمع عنصري جدا في النقطه دي. لو هي مثلا مش قادره ممكن على فكره الجواز حلال، الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه هو حلال، بس اتجوز ولا اروح امشي في طريق مش كويس؟ انا بتجوز. طب لا لا طب ما تغض بصرك، طب ما تعصم نفسك، طب ما تطلقها. انسان عايز يطلقها. طب وفي حاجه كمان مش متفق معاه، لا انا مفيش حاجه اسمها واحده واثنين. انا جالي تعليق عاجبني جدا اللي هو ايه، من حق الراجل ان هو يتجوز؟ اه من حقه. من حقه. من حقه. من حق الست ان هي ترفض؟ مش من حقها. لا من حقها. بس في حاجه، لا 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 انا التعليق ده بتاع واحد اسمه احمد جابر بجد عجبني، انا ما بقولش اسماء حد بس التعليق ده عجبني جدا بتاع استاذ احمد جابر. قال والله انت من حقك تتجوز حلال شرعا، ما حدش يقدر يتكلم. من حقها تعترض؟ لا لان ربنا حلل كده، بس من حقها ان هي ما تقعدش معاها في نفس البيت. من حقها ان هي لو بتساعدك في مصروف البيت ما تساعدكش. من حقها ان هي تطلب بالعدل والمساواه، ما قدرتش تعمل ده يبقى تخليك راجل وتطلقها. لبنت اسمها نيره كانت بعتلي تعليق بتقول لي ان هو محلل ان احنا ناكل الجراد، بس انا نفسي مش جايبه ان انا اكله وهو محلل وموجود في القران. طيب انا دلوقتي انت موافق ان انت تتجوز عليا، انا نفسي مش جايباني ان انت تتجوز عليا، انا مش هقدر اتعايش مع هو. مين مجنون بيتجوز مره بيعملها تاني؟ لا لا انا هسال سؤال يا جماعه والله بجد، هو مين الراجل اللي عنده مبادرة ان هو بيعامل ست اللي هي ممكن خاصمته بيني وبين نفسي؟ يا استاذه ساره ام كلثوم كانت بتقول والله ام كلثوم لخبص الست لخصت الست، قالت لك خاصمته بيني وبين نفسي وصالحته بيني وبين نفسي، وهو حمار لا فاهم اتخاصم ليه ولا اتصالح ليه. عايزاه اللي هو مش فاهم كتالوج الست اللي عايشه معاه يروح يجيب واحده ثانيه وثالثه. ماشي بس محمد ثواني، انت بتقولي هو اتجوز، طب ماشي هي السؤال بقى هنا والفكره هنا، طب ما في ستات جوازاتها بتتجوز عليها ويعيشوا معاهم سنه واثنين وثلاثه وهم اصلا عارفين ان هم مش متجوزين، مجرد بس ما الست مخها وبتستوعب ان جوزها اتجوز هي بترفض الفكره. وفي ناس يعني انا اعرف حد على مستوى الشخصي اتجوز وقعد سنين عايش متجوز ومراته الثانيه، يعني مراته الثانيه جت العزاء يوم ما توفى والاولانيه ما عرفتش غير يوم ما هو توفى. انا عايزه اقول لكم يا جماعه ما تيجي نفعل هاشتاج يعني يلا بجد نفكر في التعدد في الزواج بشكل ايجابي. يعني ايه؟ يعني هو إيجابي. يعني بشكل ايجابي يعني هو هيقول لك اتجوز عليكي. لا يا جماعه ما تيجي نقلب تهله، بس تيجي نقلب زي اصحاب البنات يقول لك ايه اصل احنا اصحاب عايزين نتجوز وهي جماعيه هعيش رايقه هعيش رايقه. ما تيجي نقلب ما نيجي نقلب الموضوع يا محمد. اللي حلال جوزها يتجوز عليها مين؟ الست النكريه اللي بتاعتها محمد ثواني. والله ثواني اصل في مثلا انا هقول حاجه بيقول لك ما بيكسرش الست غير الست اللي زيها. ما انا هقول لك حاجه، لما تبقى مراتك منكده عليك وتبقى انفه وتبقى حاطه راسها براسك دي ما تقدرش تجيب لها واحده ست ثانيه تكسر عينها. انت ما قلتش الجمله صح ان سبب معاناه الست هي الست اللي زيها ودي حاجه مؤقته. ايوه الراجل غلبان يا جماعه، الراجل مظلوم. لا لا مش ثواني، لا الراجل انا على فكره اقول لكم حاجه، انا مع الراجل ان هو يتجوز. طب ما تيجي نقلب الموضوع شويه اللي هو هتجوز اخلي الست تعمل تعدل؟ لا بجد ما بهزرش. نقلب الموضوع من ناحيه ثانيه، هو طب انت ليه مثلا قلت ان الست اللي هي الزوجه الثانيه هي ليه تقبل ان هي تبقى زوجه ثانيه؟ ليه بتقبل ان هي تبقى زوجه ثانيه؟ هي كانت على علاقه بيه فاذا هي موافقه من الاول. ليه بقى؟ انت بتعرف ظروفها؟ ما ممكن تكون مثلا سي مثلا حبه راجل ماشي ادها حب واحتواء وهي كانت اصلا متجوزه واحد سوري الصبح بيصبحها بعلقه وبالليل بس ما تاخدوش من على مراته برضه يا ساره. ما هو برضه انا هقول لك حاجه، احنا بنتكلم دلوقتي عشان احنا الفكر خارجي، لكن لما تحطي نفسك هي صاحبته من عليها. بس يا محمد من فضلك، لكن لما تحطي نفسك في الموضوع هتحسي بده، فبلاش نحكم على الزوجه الثانيه ان هي زوجه يقول لك اصل دي خطفت رجاله. لا هي مش خطفت رجاله، هي واحده ست هي عانت في الحياه كتير عشان كده هي ربنا عوضها براجل كويس. طب ما هو مش شرط تاخد راجل متجوز. لا ما انا ثانيه واحده، هي ممكن تاخد راجل ما متجوز او مطلق. يا هند ما هو ادم في تعدد يبقى هتاخد واحد متجوز. انا عندي ظروف يعني هي الفكره نفسها هي الفكره نفسها اللي هي بتقولك عليه ان هو مش مرتاح مع مراته بالزبط. وهي مش مرتاح مع جوزها، هو عنده اوبشن ان هو ما يطلقش. طلقها يا محمد طلقها إيه؟ يعني طلقها اللي أيوة هي اللي كان جوزها. اللي كان جوزها هو عنده اوبشن ان هو يتجوزها وهي مراته على ذمته، لكن هي ما عندهاش فهتطلق وتتجوزه بقت زوجه ثانيه، فهي ممكن تبقى ست كويسه. يعني انتوا بتتكلموا ان في زوجه ثانيه هتبقى مرتاحه، في زوج هيبقى متجوز زوجه ثانيه وثالثه وهيبقى الزوجه الاولى بقى وضعها ايه؟ الزوجه الاولى طيب ما انا هقول لك حاجه، ده بقى بيبقى اتفاق بين الراجل والست تمام.
في زوجه ثانيه برضو بتقبل ان هي كده ظروفها الماديه بتبقى انا اسفه تحت الارض حقيقي، ويكون رب رب ربنا. في حد بيتجوز زوجه ثانيه عشان ربنا يحسن من مستواه المادي؟ لا دي نقطه ثانيه، نقطه ثانيه. في واحد على فكره بيكون ربنا كرمه مقتدر ماديا وبيتجوز زوجه ثانيه، ان هي يقول لك ايه، لا انا اشترط ان انا اتجوز واحده يكون عندها بنات علشان يكفلها هي وبناتها ويسطر بناتها ويجهزهم. تصدق انا الكلمه دي اتقالت لي من واحد شيخ وسالته سؤال. صدقني في ناس بتعمل كده. ما انا والله يا استاذه، ما هو على فكره انا واحد شيخ قال لي الكلمه دي. يا ستي انت دلوقتي عايز تكفل، انت عايز تكفل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافي اليتيم كهتيني في الجنه، ما قالكش شوف اكفل اليتيم وخد امهم معاهم عشان تبقى محللاك اليتيم. يا فندم انا لو عايز اكفل ده مفروض ورفقا بالقوارير ان انت ما تكسرهاش. يا استاذه مش هكسرها ولا هكسرها، ما يضربهاش، انا دلوقتي ما يمدش ايده عليها. لا فكره ان هو يسيبها ويتجوز واحده ثانيه، هو ان هو يمد له العلم مش راجل اصلا. يعني احنا نطلع الراجل اللي بيضرب مراته دوت من قائمه الرجاله؟ مفيش راجل بيضرب مراته. ستات ماديه، واحده ست تقول لك انا موافقه جوزي يتجوز عليا بس كلها مقابل ان انت تكتب لي فلوس في البنك معينه. يبقى هي يبقى اذا ده الجواز البيزنس اللي قلنا عليه. خلاص ده بيزنس، ده بيزنس يا جماعه، ما نجيش برضو على الرجاله. احنا دلوقتي انا واحده ست، وانا اسفه يعني ان انا والناس كلها تستغرب ان انا واحده ست وبقول ان فعلا الراجل عنده حق ان هو يتجوز. لا يعني كتير جدا من الناس هتهاجمني وتقول لي انت ازاي موافقه ان الراجل يتجوز. يا ستي مش انت لوحدك، ده في واحد احنا شفنا ترند كل البنات طالعين، واحد جايب اربعه اصحاب واحد جايب خمسه اصحابه. عايزه اقول لكم ان في واحد بعت لي كومنت حلو قوي انا عايز حابه اقوله، اللي هو بيقول لك بقى ايه، النصيب غلاب والحريم اعتاب. ماشي تمام. فبيقول ايه بقى في وجهه نظره في موضوع التعدد بقى، ان في ست بتدخل البيت مليان تشحته للجيران وان اللي عندها حلاوه روح بيبقى باب الكرم عندها مفتوح، واللي عندها كتير ساعات بتستخسر فيك حتى ميه الزيت. انت عارفه اللي هو بيتكلم من وجهه نظره ان الست دي لا شيء، ان هي مجرد دخولها عندك لو هي هو بيبقى معتقد كده ان دي عتبتها، يقول لك ايه، لا دي جابت لي الفقر، لا انا هتجوز عشان هي اصلا هي مش مريحاني. هي فالستات هي ستات اقدام، هو ده منطق ان يقول لي اصلا؟ لا لا ده مش منطق. ده مش منطق اللي كتب التعليق ده كده، سواء توك توك. لا 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 هو ده مش منطق. بص يا استاذ، تعالوا بس نتفق، لازم نفرق بين الحلال شرعا وكيفيته والحرام شرعا وكيفيته. حته ان احنا نتكلم ان في راجل او في ست ويقولوا يتفقوا مع بعض ان انا هتجوز وخدي الفلوس اللي انت عايزاها وكده، ده مش جواز، دي عمليه بيزنس وبيتكلموا عليها زي انواع الجواز اللي موجوده بقى، اللي هو المسيار والمتعه والحاجات دي. دي بتبقى المشكله ان هي دي مراته، دي زوجته الاولى. يا ستي هي بتوافق مقابل كده. على فكره اقسم بالله يعني انواع كتير من متحيزين قوي جدا على الراجل، يعني انتوا متحيزين على الراجل عشان هو اللي بيتجوز يا فندم. عشان انت لو نزلت الصعيد وشفتي واحد بيتجوز اربعه، طب هو ليه اتجوز؟ ليه اتجوز؟ علشان يصرفوا عليه. يعني انت نزلي الصعيد، وبقول لك الصعيد وبسمي اهو، يصرفوا عليه؟ معلش مع احترامي ده مش راجل، هو في راجل وهو ست الراجل يقبل ان هي وهو الراجل لما يدفع لمرته فلوس اللي يتجوز عليها يبقى راجل؟ لا في نماذج كتير جدا. لا هو الراجل الطبيعي ان هو بيدفع لان هو راجل، الراجل هو المفروض ان هو. طب ما تقولي لي بقى اللي بيتجوز اللي بيتجوز مثنى وثلاثه واربعه قصده ايه من الاربعه؟ ايه؟ اللي بيتجوز مثنى وثلاثه واربعه. لا ثواني عادي، لا عادي لا 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 خليها عادي. عادي يا ساره ازاي؟ مثلا الاول مراته مثلا مش بتخلف مثلا. طب تعالي بقى اسالك سؤال، اتجوز عشان يخلف، اتجوز الثانيه، اتجوز الثانيه لقى فيها صفات. هو انت الراجل بيتجوز عشان مش بيشبع رغباته؟ لا طب معانا يا جماعه ثواني، معانا مداخله من عبد الله من البحيره. السلام عليكم. ازيك يا استاذنا؟ اهلا وسهلا يا فندم، احييك واحيي ضيوفك الكرام. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله. والله الموضوع موضوع تعدد الزوجات حاجه بسيطه بجد، لا انا ولا لك لا انا لا ولا ضد. انا هسالك سؤال وحضرتك هتجاوب. اتفضل. معلش، كم من البنات اللي مش متجوزين فوق ال 30؟ كتير كم جدا. مليون في البنات؟ كتير جدا. كتير. كم ارامل؟ كتير. كم مطلقات؟ كتير. لو واحد بس اتجوز واحد دلوقتي، وعدد النساء اصلا أكثر. 5 إلى 1، 5 إلى 1، هتعدل ما بينهم؟ ماشي، هتعرف تصرف عليهم كلهم؟ يا استاذه والله يبقى في عدل والله. هتنفذ القلب اللي انت عايزه بس كلام ربنا فيه، وهتعدل حالتك ميسوره. فممكن انت تعدل دلوقتي دلوقتي يعني استاذه، هو العدل انت يرضيك ان عدد النساء ده كله يبقى كده بدون زواج؟ يا فندم يا فندم، هو الاول بس، لان احنا حتى لما بنتجوز تمام على الاقل يعني بنكتر عدد المسلمين، يعني حتى يعني يبقى في نسل يعني ايه المشكله يا جماعه؟ المشكله يعني ان فعلا والله اولا الجريمه هتقل، عدد المشاكل والتحرش هيقل، حاجات كتير جدا هتتحل والله. طبعا
بتقول. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، ان الزوجه دايما الاولى دلوقتي الشباب كلها تروح مهر وعايز شبكه مش عارف ايه وعايز بيصعبوا الجواز على الناس، فممكن لا. وفي حاجه ثانيه والله اقولها كمان، تعرفي ان معظم المطلقات اللي بيقول لك لا انا هتطلق لو اتجوزت، والله بيتجوز ثاني وتبقى زوجه رقم اثنين. والله العظيم فعلا بيتجوز ثاني وثالث. والله فعلا يا استاذ عبد الله حضرتك، بس ثواني بس نرجع لنقطه، احنا ما بنقولش هو حلال ولا حرام. لا لا ما كانش حرام، لا انا ما كانش على حلال وحرام، هو معروف ان حضرتك سؤال، انت بتطبق شرع ربنا في مثنى وثلاث ورباع تمام؟ هتكمل بقيه الايه وتعدل دين واحد. مش قصدي اسمعي بس يا استاذي، انا مش بقول لك اللي انا بطبق الشرع والكلام، لا 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 لا، انا بقول خليها مشكله اجتماعيه ومشكله مجتمعيه. لا بعيدا عن دينيه خالص. ثواني ثواني، انا ما طب تعالى، مشكله اجتماعيه هتصرف على الاربعه ازاي؟ والله في الظروف الاجتماعيه اللي احنا عايشين فيها، كل واحده بزاويه. والله والله هم بجد، كل واحده تيجي بزاويه نجيبهم بقى شغالهم وهم يصرفوا عليا. ربنا هيبعت رزقها. وبعدين ما اروح لا 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 لا، كل واحده تيجي بزاويه. لو في واحده بعيش فيها بيت وحش ومش لاقيين يصرفوا، والسمره واللي مش عارف ايه، يعني بيحصل حاجه جميله في البيت كده. يلا تحياتي. شكرا لحضرتك يا استاذ عبد الله. هرد على حضرتك في النقطه دي مبدئيا، مفيش حاجه الاول، مفيش حاجه اسمها تاكل برزقها زي بالظبط. لا لا طب انا هرد بس على استاذ عبد الله. يا فندم هي مش بنت ربنا بعتها لي بنتي، فربنا هيرزقني بيها. انت كفيل بيها. انا كفيل بمين؟ انت كفيل بزوجتك اللي هتتجوزها. هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لما شرحها لي ازاي يا جماعه؟ في البلد نسبه الستات للرجاله زي مثلا اوكرانيا اربع ستات على الراجل، الاربعه هيتجوزوا الراجل عشان يبقى كلها متجوزين. مفيش الكلام ده في دول ثانيه. خلاص يبقى احنا بقى ما نتجوزش ونسيب بقى ايه التحرش. فعلا هو التحرش ملوش دعوه بالتحرش، ملوش دعوه بالمتجوزين والمتطلقين والشخص نفسه، ولا ليه دعوه بمنتقب، ولا ليه دعوه بلبس، ولا ليه دعوه بمحتشم، ولا ليه دعوه بغيره. التحرش ده مرض وعاده سيئه. لا على كل حاجه، على فكره المتحرشين متجوزين يا فندم. خلاص ده واحد اصلا مريض. ماشي احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا لو بصفه شخصيه. طب تعالي بقى بصفه شخصيه نقلب بقى الموضوع. تعالي بقى لا لو انا مثلا دلوقتي كده، استني بس عشان ما تاخدناش في نقطه وتطلعي. انت بتقولي دلوقتي واحد مراته ما بتخلفش وهو هيتجوز عشان يخلف. طب ما تيجي اسالك، لو هو بقى اللي ما بيخلفش انت هتعملي ايه؟ عادي ليا حق القرار ان انا اقبل معاه بالوضع دوت، يا اما هنفصل. هيرفض يطلقك. طب ما تيجي بقى، هو هيرفض يطلقك. هتخلعي في محل يا فندم اللي يقول لك اخلاقك عشان ما بتخلفيش. الخلع ملوش دعوه بالقانون ده. هنا بقى لا، في حاجه اسمها خلع للضرر النفسي، ده ضرر نفسي واقع عليا. مين بيطبقه؟ ما فيش يا فندم، احنا دوله اسلاميه، احنا دوله اسلاميه، ما فيش حاجه اسمها القانون دلوقتي مع الست. اي حق من القانون دلوقتي مع الست؟ ما فيش ست النهارده ما بتاخدش حقها. استني، الكلام ده لو بيضربك، لو بيهينك، مش ما بيخلفش. ضرر نفسي واقع عليا. مين قال لك كده؟ طب ما تيجي بقى، لا تعالي بقى نرجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طب ما تكملي لي بقيه الايه. والباقيات الصالحات. يا سلامة على رأي الفنان الجميل بتاعنا عبد الله بيه، كان بيقول والباقيات الصالحات يا سلامة خير عند ربك ثواب وخير مرد. عباس الضوء حلها لنا يا جماعة. والله العظيم الخلفة رزق، إذا كان الراجل ولا الست. مفيش حاجة اسمها أنا هسيب مراتي بنت الأصول ماشي. الكويسة المحترمة اللي صانتني اللي عفتني اللي خلت بالها مني عشان ما بتخلفش. ولو في زوجة أولى بتوافق إن جوزها بيتجوز عليها علشان هي خلاص خلاص جابت اخرها منه، ولو حتى ان هو شخص اساسا طول الوقت نكد، شخص طب انت عارفه يا هند، حتى لما المسلسلات حب والدراما حبت تعالج الموضوع ده وتتكلم عنه واتكلمت عن الحاج متولي والزوجه الرابعه والحاجات دي كلها، كان كل كان في الاخر لا 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 ده في الاخر اثبت فشل ذريع. مثلا تشوف الحاج فواز هتلاقي زوجاته كلهم اتفقوا عليه واتحبسوا عشان ياخد درس ان هي مش علبه ملبس، ان هي مش حاجه بيتباهى بيها. ماشي. طب الحاج ليه متولي واحده ضحكت عليه وكانت هتموته لو انت السيء في الموضوع عشان هو ما فيهوش جزء من السيء. لا احنا ليه ما ناخدش الجزء الكويس من الموضوع؟ وبعدين قولي لي ايه الجزء الكويس من تعدد الزوجات؟ ليه ما ناخدش الجزء الكويس؟ ماشي، ما انا قلت لك اهو، لو انت دلوقتي الموضوع خدناه ان هو كبصفه شخصيه، يعني انت دلوقتي اسالك سؤال شخصي شويه. لو انت مثلا عندك اخت او حد من قرايبك، حد مقرب، واحده مطلقه تمام وجالها واحد وهتبقى زوجه ثانيه، هتوافق؟ لا. ليه؟ افرض هي حباه وعايزاه. لا يا ستي، مفيش اسمها ملهاش دعوه بحباه وعايزاه. ليها دعوه؟ هو ما صانش الاولى اللي هي اصلا شالته. لا ليها، لا 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 ليها، لا ليها، معذبك من البدايه. هو مبهدلها؟ اصل دي اختي مجوعها، مبهدلها. اتجوز هيتجوز على مراته ليه؟ ما هو السؤال دايما، ما هو السؤال دايما هيتجوز على مراته ليه؟ هنرجع برضه نقول اللي حلله ربنا مش هنحرمه احنا. خلاص ولا احنا عشان الموضوع مش انتي. احنا كست مش قابلاه كفكر. طب انا كراجل مش قابله في ايه؟
انت كراجل بقى دي حاجه شخصيه. لا ما دي حاجه شخصيه. بنتكلم في العام. انت بتتكلم مع احترامي ليك يا هند، هو دلوقتي بيقول كده الله اعلم لما نطلع بره. لا 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 انا دايما حتى بكتب على صفحتي انا ضد التعدد، انا ضد ان واحد يبيع بنت الاصول. انا ده مش بيع، ما تقوليش بيع. لا بيع، انا عندي حاجه مراتي تعبانه فاهم في عشتي، يبقى هنا نطبق كلام ربنا، امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان. لا لو انا بعتها خلاص، ما انا كده كده ممكن اطلعها. طب ليه ما طلعهاش؟ طب ما اطلعها عشان انا باقي عليها. لا لا اتجوز عليها ازاي؟ ده شيزوفرينيا. لا لا مش شيزوفرينيا يعني انا باقي عليها اتجوز عليها بدون علمها. الراجل قلبه كده. قلبه ايه؟ قلت لك ما تقوليش القلب، لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك القلب ما بيحبش غير واحده. والتعدد لما مثل بلدي كده يا جماعه هقوله، هو الراجل قلب الراجل عامل زي الميكروباص. لا الراجل قلبه زي البطيخه في كذا بذره، الست قلبها منجيه ما بتشيلش غير راجل واحد بجد والله العظيم. ثلاثه خلينا نقول على برضه زي ما بيقولوا ده برضه كلام تكاتك. انت مش عارف حكايه التكاتك معاكم النهارده يا جماعه. لا 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 قلب الراجل زي قلب الست يا استاذه هند. يا ساره شخصيه الراجل زي شخصيه الست، الراجل عنده كرامه والست عندها كرامه، الراجل لازم يتصون والست لازم تتصون. انت عايز تتجوز وده حقك، وحاجات الست ما تقدرش تعملها. ثواني، انت عايز تتجوز ده حقك، الست عايزه تتطلق ده حقها. هي قبلت دي مشكلتها وتحلها، قبلت دي مشكلتها وتحلها وتعيش معاها. ولو قبلت عشان خاطر هي بقى تعيش من رفاها مش شايله مسؤوليته اساسا، يا استاذه هند ده يبقى الجواز، ده يبقى عقد عمل بالظبط كده. يبقى هي بقى دورت على راحتها النفسيه زي بالظبط اللي بيسافر ايطاليا او بيسافر دوله خليج ويتجوز واحده تانية. ياخد بيها الجنسيه او ينتفع بيها. لقيت نفسها ان هي هتعيش مرتاحه من غيره، فخلاص انت هتصرف عليا وعلى اولادك وخلاص تمام، انا هعيش وهتعايش على هذا الوضع، بس انت من حقك ان انت تصرف عليا وما تخلينيش محتاجه اي حاجه. اقول انا عايزه هي تعايشت، هي عملت عقد. ايه تعايشت بالظبط. ايوه عقد عمل بالظبط. فهي اللي بتوافق بتوافق بناء على كده. كل واحد لكن نبدا بهند. لا يبدا بصوره. انا عن نفسي يا جماعه انا مأيده الموضوع جدا، عادي جدا ما فيش مشكله، عادي الراجل يقدر يتجوز واحده واثنين وثلاثه طالما مقتدر ماديا وهيعدل ما بينهم هما الثلاثه او هما الاربعه او هما الاثنين، ما عنديش ادنى مشكله خالص. انا ده لازم يخص موضوع جنس. لا بجد انا ما عنديش ادنى مشكله. بالنسبه لي انا رافضه الموضوع رفض تام. انت قبل ما تيجي تتجوزني قولي انا هتجوز عليكي واحده واثنين وثلاثه لو حياتنا ما بقتش مستقره، وانا ليا ان انا اقبل او ارفض ان انا اتجوزك واقبل بالوضع ده بعد كده، لكن ما تجيش بعد كده تفاجئ. ده رايي. طب نصيحه لكل البنات، نصيحه لكل البنات قبل ما تتجوزي لو ما حبيتيهوش ما تتجوزيهوش، لو ما حبيتيهوش قبل الجواز مش هتحبيه بعد الجواز. العشره مش حب، ولو اتجوزتيه النهارده عشان فلوسه بكره هتاخدي على دماغك بفلوسه برضه. في سؤال لينا من الكنترول لساره. يا استاذ معاك يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد. انت ممكن تروحي تخطبي لجوزك؟ عادي، ايه المشكله يا باشا؟ طلعنا يا باشا. الحلقه دي انا مش عايزه اكمل. المشكله لو هو جه قال لي وانا مقتنعه بيها عادي، ايه المشكله اروح اخطب؟ انت مقتنعه بيها؟ اقتنع بيها يا ساره. هيجيبك لكده ان انت سواء يا جماعه خلاص، ايه المشكله؟ طب انت عارفه انت فكرتيني بكوميك موجود على الفيسبوك. لا ثواني، لا لا بحبه. هي فكرتني بكوميك على الفيسبوك لما واحد اتجوز واحده حلوه قوي بيقول لها انا هديكي 3 ايام وهي يومين، قالت له لا، قال لها انت 3 ايام وهي يوم، قالت له لا، قال لها امال عايزه ايه؟ قالت له انا يوم وانت يوم. لا لا عادي جدا يتجوز عادي ما فيش مشكله، ويبقى عامل كل حاجه بعلمي احسن ما انا سوري يعني يستخفلني ويعمل كل حاجه من ورايا كده ولا كده. الراجل لما يعوز يعمل حاجه يا جماعه هيعملها. بالبلدي هيعملها. الست بتقول لك اشوف جوزي في مقبره وما اشوفوش في حضن مره. نرجع النهارده زي ما قلت لكم يا جماعه، انا رايي بقى في تعدد الزوجات ان هو ملوش دعوه بحلال وحرام، لان هو مش حلال من جهه واحده، هو حلال من جهتين. انت من حقك تتجوز زي ما قلت صح، مثنى وثلاث ورباع، وان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. وخلي بالك ربنا قال لك في نفس السياق ولن تعدلوا. وهنا هنرجع نقول زي ما انت ليك حق هي ليها حق ترفض. لو انت ليك حق تتجوز ما تاخدش مصروفها وما تاخدش فلوسها وتخليها تصرف عليك، وفي الاخر خليك راجل. وبدل ما يبقى عندك 4 عيال يبقى عندك 12 عيل. ده عزوه، ايه المشكله؟ عزوه ايه؟ سلام. السلام عليكم ورحمه الله. ونكمل النقاش بعد الهواء. شرفتونا نورتونا، وهناخد تعليقاتكم مستنيينكم على الحلقه. باي باي. مع السلامه.